بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هكمل الحلقة اللي فاتت، معلش كان حصل ظرف. البريوريتي نمبر امتى ما كناش جبنا الويتنج تايم صح. طيب الويتنج تايم هنا بالنسبة لبي 1 أول حاجة 0، بالنسبة لبي 3 ويتنج تايم 9، بس 9 ناقص الأرايفل تايم بتاع بي 3 اللي هو كان 3 يبقى 6. البي 5 ويتنج تايم بتاعها كام؟ 11 ناقص الأرايفل تايم بتاع البي 5 اللي هو 7، 11 ناقص 7 يساوي 4. البي 2 14 ناقص الأرايفل تايم بتاعها اللي هو 2 يساوي 12. والبي 4 18 ناقص الوقت اللي وصلت فيه اللي هو 5 هيساوي 13. طبعا احنا اتكلمنا عن الافريج ويتنج تايم قبل كده، والافريج ترنال راوند اللي هو 9 ناقص 0 بالنسبه للبي 1 الوقت اللي خلصت فيه شغلها ناقص الارايفل تايم اللي هو كان 0، والبي 2 هكذا، والبي 3 والبي 4 والبي 5. طبعا دول 5 فاحنا بنقسم على 5. طيب انا هخش في مثال تاني في حاجة مختلفة صغيرة بس انا كنت عاوز اخش فيها عشان بس تبقوا متعودين على كل انواع المثال دي. هو مدينا المرة دي بريوريتي وبرس تايم بس، ومش مدينا arrival تايم. قال لنا arrival تايم كل وصل في نفس الوقت. طيب يبقى احنا المرة دي هنقارن على اساس ايه؟ على اساس البريوريتي. طيب بس في حاجة كمان انا قصد اجيب بينها المسألة دي هنا نفس النافذة، ساعتها نرجع لمين؟ نرجع للبريوريتي. طيب نحل ونشوف البريوريتي اللي احنا هنحكم على اساسها دلوقتي لان الارايفل تايم قال لنا في كله وصل في نفس الوقت. طيب البريوريتي الاقل كانت عند بروسيس كام؟ كانت عند بروسيس 2. يبقى عند بروسيس 2 كانت البريوريتي اقل، يبقى البروسيس 2 هي اللي هتخش. طب ليه كتبنا هنا 0؟ احنا قلنا كله خش في نفس الوقت، فاحنا بنعتبر ان بي 2 خشت او اي اول واحده هتخش خشت من غير ما تاخد وقت، تمام؟ يعني خشت عند الثانيه 0، وهي فعلا خشت اول واحده هتخش فهتخش الطبيعي عند الثانيه 0، عند الملي سكند 0. طيب بعدين هتاخد البرست تايم بتاعها كامل؟ خدته. احنا هنا نون بريمتيف بفكركم تاني، فالبروسيس بمجرد انها ما تخش هتاخد البرست تايم بتاعها كامل اللي هو كان 1. طيب بعد كده مين اقل في البريوريتي؟ كانت البي 5. خلاص يبقى البي 5 هي اللي هتخش، هتاخد البرست تايم. طالما في نون بريمتيف هتاخده، يبقى 5 زائد 1 هتبقى 6. طيب بي 1 هي اللي خشت بعد كده عشان البريوريتي بتاعها اقل اللي هو 3. طيب يبقى ب 3 هتخش البرست تايم بتاعها كامل، يبقى 6 زائد 10 هتساوي 16، وهكذا. بعد كده البي 3 هي اللي هتخش عشان اقل في البريوريتي فهتاخد ال 2، 16 زائد 2 18، وهكذا. البي 4 هتاخد ال الواحد بتاعها كامل لان خلاص هي الوحيدة المتبقية. طيب في حاجة انا افتكرتها، الرقم الاخير ده وعلاقته بالبرست تايم. لو عايز انت تتأكد من ان حلك صح في المسائل في اي مسألة وفي اي نوع احنا نقابله في السي بي يو سكيدجولينج، هتجمع البرست تايم هديك اخر رقم في السي بي يو اللي هو 19. تعالوا نجمع كده 10 زائد 1 زائد 2 زائد 1 و 14 زائد 5 19، كده احنا حلينا صح. طيب نيجي الافرج ويتنج تايم. طيب طبعا قلناه قبل كده. الترن اراوند تايم برضو قلنا عليه قبل كده، بس خلينا نعدهم الاثنين تاني في حاله مش موجود الارايفل تايم. الافرج ويتنج تايم البي 2، خلينا نبدا هنا بالبي 1، استنت قد ايه؟ 6 6. بعد كده الزيرو ده بالنسبه للبي 2 الوقت اللي استنيته، ما استنيتش حاجه. طيب 16 بالنسبه للبي 3
18 بالنسبة لبي 4، 1 بالنسبة لبي 5. طيب ترن اراوند تايم، طبعا احنا بدأنا ببي 1، طيب البي 1 خلصت عند 16، والبي 2 1، بي 3 18، بي 4 19، بي 5 عند 6، طبعا على الخمسة لان احنا هنا بنحسب الافرج. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وشكرا.